كموظفين ومضيفات شركه اطلس ملتي سيرفيس اللي هي فيليال ديال شركه الخطوط الملكيه المغربيه، درنا هاد الموفمون سوسيال اللي هو اضراب، وذلك لظروف الشغل وظروف الشغال اللي هي مشحفه اللي عايشينها معاهم. ولحد الان تقريبا 5 سنين وحنا فاتحين الحوار الاجتماعي، وهاد الاداره ما بقاش تفاهم معنا، ما بقاش تلقانا معنا حل، ما كيخلصوناش في العطل الدينيه وما كيخلصوناش في العطل الوطنيه. كاين هناك عدم احترام قانون الشغل فيما يخص العقوبات اللي كتنفذ على المضيفين في حالات مثلا اذا كان هناك خروقات، يعني ما كتكونش احترام ديال التراتبيه ديال العقاب. كاين هناك اسباب اخرى اللي متعلقه بظروف الاشتغال فيما يخص سكون ابل ليكيباج ريدوي، يعني الطائرات اللي كانوا كيمشيو ب6 ديال المضيفين ولاو كيمشيو ب4، الطائرات اللي كانوا كيمشيو ب12 ولاو كيمشيو ب8. هذا الشيء كينتج عليه واحد لا شارج ديال لو ترافاي اللي كتكون عاليه بزاف، وكيترتب عليه واحد التعب اللي كيخلي حتى المضيف ما يقدرش يعيش حياته اليوميه بطريقه عاديه. اليوم الاول من الاضراب نفاجأ بطرد مجموعه من المضيفين والمضيفات، ومنهم مندوبين الاجراء وممثلين نقابيين. حنا كنقولوا للشركه ديال الخطوط الملكيه المغربيه وشركه اطلس ملتي سيرفيس باننا فاتحين باب الحوار الى هاد الناس بغاو يتفاهموا معنا ويجلسوا معنا في طاولات المفاوضات ولقوا حل سلمي، لان الاضراب في حد ذاته ماشي هدف بالنسبه لنا، وانما فقط وسيله باش نوصلوا للحقوق ديالنا وحل يرضي جميع الاطراف.